طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام. يعد المغرب من البلدان التي تتميز بتنوعها الثقافي وغناها اللغوي، وبينما يفترض أن يشكل هذا التنوع ثراءً للرصيد الحضاري المغربي، يجنح البعض إلى اعتبار التنوع اللغوي واختلاف الألسن مصدر خطر على الهوية الجماعية المغربية. فما المقصود بالتعدد اللغوي؟ وهل يعكس هذا التعدد ثقافة مغربية تؤمن بقيم التعدد والتنوع؟ أم على خلاف ذلك يحيل إلى خلل لغوي قد يؤدي إلى انقسام المجتمع إن لم يحسن تدبيره؟ كيف تعالج المنظومة التعليمية ظاهرة التعدد اللغوي؟ وإلى أي حد تساهم المؤسسات الإعلامية في مقاربة هذه الظاهرة؟ علامة استفهام نقترحها مدخلاً لأول حلقة من برنامجكم مع سوبرانو، والذي يشرفنا أن نستضيف فيها أحد أعمدة الفكر النقدي بجامعة محمد الخامس بالرباط. معنا اليوم الباحث والأستاذ الجامعي سي مصطفى قادري، مرحبا بك معنا، نورتينا. شكرا شكرا. نبداو سي القادري أسئلة ديالنا من المعيش اليومي المغاربة، يعني اليوم كمغاربة كنحسوا براسنا دلفانين بين بزاف اللغات، الدارجة، الأمازيغية، العربية، اللغات الأجنبية، الدارجة مطعمة باللغات الأجنبية. ما أصل هذه التعددية اللغوية اللي صبحت كتفرض نفسها اليوم يعني بشدة في الواقع المغربي؟ شكرا على الاستضافة. شكرا. هي مسألة ما كتميش المغرب وحده، لأنه التنوع اللغوي هذه مسألة كونية، كاينش دولة في العالم بأسره اللي كيهضروا الناس بنفس الطريقة. وانا بالنسبه لي ملي كنتكلموا على التنوع الثقافي ولا التنوع اللغوي، هو الفرق اللي كاين ما بين طنجة ووجدة، ما بين وجدة وفاس، ما بين فاس ومراكش، ما بين مراكش والدار البيضاء، الدار البيضاء وكادير، كادير ورزازات، ورزازات سمارة، سمارة قلميم، قلميم الرشيدية. يعني من انطلاقا من الصوت ولا الصوتيات، اللحن ديال الهضره كلنا نعرفوا الانسان اش من هويه ترابيه ديالو اللي عنده. وهاد المساله نظريا هي مساله عاديه ان لم تكن يعني تصورها الناس ولا كيتخيلوها الناس كانها سبب من الاسباب ديال البعض، كيردها سبب التخلف، البعض كيرد هاتي فكر تيقول لك ودي خصنا، كانوا الناس كاع في السبعينات تيقول لك واحد المفكر الله يرحمه الا دار على شي طرح، قال لك يجيب العمل على اماته اللهجه، كاع هو بغى يردنا كنهضروا بحال التلفازه كيف تيقولوا المغاربه. قلت لاحظوا انه واخا كنقراو العربيه حتى كنعيا وما يمكنش لينا نهضروا بها، لانه اصلا ما كتهضرش، تقرأ وكتكتب وما كتهضرش، وهذا إشكال رقم واحد في مسألة التعليم. لأنه بخلاف العديد من الدول، إحنا من القلائل اللي اللغة الأم عندها اعتبار وما كيناش في المنظومة التعليمية، وهذا من الأخطاء الكبرى. نظريا هي كاين، عمليا التواصل للأساتذة مع الطلبة ولا مع التلاميذ راه بها، ولكن نظريا راه ممنوع منعا كليا لأسباب متعددة. ستقول شي تقول لك لا راه بيداغوجيا، لا واه كذا، لا واه كذا، لا واه كذا، في حين أن اللغة الأم هي رأس مال الطفل والطفلة اللي خصو تستمر باش يمكن نقريوه لغات أخرى وما كاين حتى مشكل. دونك هذه نظريا مسألة بسيطة، قضية التعدد ولا التنوع في الطريقة ديال النطق ولا في الألسن بصفة عامة، كيف قلت جغرافيا يعني من الشمال للجنوب أو من الجنوب للشمال أو من الغرب للشرق ولا من الشرق للغرب، هي ظاهرة طبيعية عادية صحية ما فيها حتى مشكل. ولكن من اللي كيدخل فيها ما يسمى بالسياسي، تما فين كتولي مشكل. يعني كتقصد سي قادري أنه التنوع اللغوي يعني اكثر كتشوفوا تنوع ثقافي اكثر ما هو ازمه لغه؟ انا بالنسبه لي ما كاين ازمه. انا كنهضر بالتمازيغ ديال البحر الابيض المتوسط حتى البوركينا فاسو، ومن هنا حتى ليبيا ما عندي حتى مشكل. ونهضر بالدارجه ديال جباله ولا نفهمها، ولا ديال وجده، ولا ديال ورزازات الى كاينه، ولا ديال قلميم الحسانيه، ولا ديال سميتو، انا بالنسبه لي ماشي مشكل. انا بالعكس والعديد، ماشي بوحدي، هذه ماشي مساله خاصه، هذه مساله الناس مثلا اللي كيسافروا ولا اللي كيديروا التجاره ولا اللي عندهم في مجموعه من الميادين. يعني هذه المساله مساله طبيعيه وعاديه. كيفاش ما كانتش
هذه مشكل في القرن 19 و18 ولا 17 باش تولي عندنا حنا مشكل في القرن 21. إنه خصنا نرجعوا للأسس ديال بداية التعليم العصري مع الاستعمار الفرنسي الإسباني اللي دخلوا لنا واحد التعليم عصري وبقواعد كولونيالية، لأنه كان عندنا تعليم ما قبل الاستعمار، لأن الناس كانوا كيقراوا اللي في ما ينقض، الباء واحدة من تحت، حتى جوج من الفوق، اللي فور ينقي، البايات الداوة، ستة سنات النيقاس، ويجي تقول لك لا ألفون باء تاء، من هنا بدأ الغلط. يعني بحال قلنا أن التقنية ديال التعليم اللي كان في التعليم التقليدي ولا اللي كيسميوه دابا التعليم العتيق بيداغوجيا حسن من هاد النظريات العصرية باش مهرسين لنا روسنا باش يطورونا نقراو دغيا بالزربان. انا قريت في الجامع الحروف الهجائية تقريبا في سيمانة ما بقاش مشكل، اليوم التلميذ ديال التحضيري كيبقى مقاتلو ما كيضبطهمش، لان الطريقة ديال النوت كتقول الف ون، فين هو النون؟ طفل ولا طفلة في 6 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين باش تفهم له انك تنطق وما كتنطق واحد الحرف وما كيتكتبش، راسك تاخذ بعين الاعتبار السن ديالو راه مازال ماشي في المستوى باش الا قلت ليه الليف واقف ما ينقطش ما عنده نقطة، الباء واحدة من التحت. انا في نظري نرجعوا للتقنية القديمة ديال الجوامع اللي كانت كتدرس بها اللغة العربية، غتكون اسهل بالمقارنة لهذه التقنية العصرية اللي جابوا لنا الفرنسيين واللي قراوها بمشارقة، راهما ولا جابوا اللبنانيين والسوريين اللي خلاو لنا واحد البيداغوجيه اللي مازالت منعكشة. واليوم يعني الطفل في الكوليج راه يقرا لك نص ولكن باش يفهموا ما يمكنش. كنسمعوا النقاشات مجلس أعلى التعليم نظريات شيء قال الاستئناس ما الاستئناس وكذا، ولكن كنظن اللي كنرجعوا لفهم السياسات العمومية اشنا هو الهدف من التدريس، اش بغينا نخرجوا منه، واش بغينا نقول شي كيعرف القراءة او الكتابة، واش بغينا واحد بغي يقرا التقنيات ولا كذا شنو خصو يدرس، واحد بغي يتخرج في الطب شنو خصو يدرس، والا خصنا نديروا في كلية الطب نبداو نعلموهم الجرامير ديال اللغة الفرنسية ماشي شغل، واحد بغي يقرا لجنيوري ديال 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 التليفون نقريوه المواد اللي مرتبطين بهم، واحد بغي يخرج ميكانيكي خصو يقرا المسائل اللي مرتبطة به. يعني هذه مسائل تقنية كترجع حتى للتوجيه من الكوليج، علاش واحد بغي يدير ميكانيكي ونبداو نتقلوه بمواد اللي ما غاديش يحتاج بهم نهائيا من بعد في الميكانيك ولا في التريسينتي ولا في التدريس ولا 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 الى اخره. انا كنظن هذو من الاخطاء اللي مازال السياسات العمومية ديالنا متبعها ومرتبطة بالسياسات العمومية ديال الفترة الاستعمارية ديال فرنسا ولا ديال اسبانيا. علاش داروا التعليم في المغرب وشنو كان الهدف منه؟ في الاول هما بغاو يديروا غير الترجمانات اللي يترجموا لهم مع الاهالي كيف كانوا كيسميوهم اللي يترجموا لهم الوثائق، وبقينا احنا في نفس السيستم وكان ماشيين على خطى هادشي، بقينا ماشيين على خطى المدرسه الاستعماريه. انا بالنسبه لي باقي في الخطى ديال التفكير اللي دارت الاستعمار الاسباني الفرنسي ومازال ما تحررناش منه في مفهوم السياسات العموميه، خصوصا ان المسؤولين ديال السياسات العموميه حتى واحد ما كيقري ولادو في التعليم العمومي، اذا علاش غادي يشرع الواحد على شي حاجه لا ما كتعنيهش؟ عكس الديمقراطيات اللي واحد ولادو كيقراو في المدرسة العمومية كيدخلوا للدار كيهضر معاهم اشنو قريتو. الى المسؤول العمومي ما كيقريش ولادو في التعليم العمومي خصو يعطي اتساع، وما يمكنش يقرر في مصير الشعب وهو من اللي غادي يدخلوا ولادو غادي يبدا يهضر معاهم باللغة باش ديال لا ميسيون فين تيقراو ولا في ولاد الشعب يدبروا رؤوسهم. يعني احنا يعني ضيعنا بزاف ديال الوقت من الثمانينات من سياسة التعليم، ربما كاع من السبعينات احنا بدينا كنتداركوا شويه بشويه، ولكن شحال من جيل مشى على عينو بابا. يعني يا سي قادري دابا كتشوف مثلا في كاينين بعض الاسر في المغرب المغربيه كتشوف بان من الاحسن ابنائها من الاول يتكلموا معاهم بلغه اجنبيه نفترضوا فرنسيه، ومن بعد ندخلهم مثلا ميسيون فرونسيز، وتما كيبقى شاد يعني على الاقل واحد طريق وحده ما يتلفش بين بزاف اللغات، نهضر معاه في الدار بالدارجه، يدخل العمومي يهضروا معاه باللغه العربيه الصفعه الاولى، من بعد لغه اجنبيه الاولى فرنسيه، من بعد الانجليزيه لغه اجنبيه ثانيه، وكيولي داكشي متراكم وما كاينش اتقان لغه وحده.
وعدازوا فئات ديال المغاربه اللي كيهضروا مع ولادهم غير بالفرنساوي، ومن اللي كبروا الدراري وهم يلقاو راسهم تالفين في المجتمع المغربي مغاربه بلا ما يعرفوا شنو هو المغرب والمغاربه. تو كيكبروا عاد كيتعلموا الدارجه، وعندنا مسؤولين كبار كاع اللي كتسمعوا كيهضر كتعرفوا عاد تعلم هاد التكبر حتى فات 40 عام. دابا عندنا مغاربه كاع حتى الفرنساوي قال لك كيف والو، بداو ولا كيهضروا مع ولادهم بالانجليزيه وكيتسحب ليهم، راه ديك اللغه الفرنسويه ولا الانجليزيه هي اللي كترد بنادم بعقله. سير شوف الشوماج في فرنسا ولا في امريكا، راه كاع كيهضر بالانجليزيه ولا الا ما الا الا ما عنده عقل راه ما عنده عقل. لا، الاساس في هذا الشيء كله واحد الحاجه كتسمى اللغه الام. والمغاربه اللي كيكرهوا اللغه الام ديالهم راه كيكرهوا راسهم، اللي تيكره الدارجه راه تيكره راسه، واللي تيكره تمازيغ راه تيكره راسه، واللي تيكره راسه راه ما عمره يتفر. هذه اساسيه، وهذه راه في النظريات البيداغوجيه ديال العالم باسري. علاش؟ لانه الطفل ولا الطفله خصو روبير، خصو رجل، علاش بالرجل كيشطح غير عرف راسو شنو هو؟ لانه دائما ملي كيتعلم واحد الحاجه جديده كيرجع دائما شنو كيسميها هو. ومن هنا كتجينا حنا السكيزوفرينيا، لانه حتى في العربيه كتوقع السكيزوفرينيا للاطفال، في حين انك في الاصل خصك تثبت ليه المعلومات اللي عنده، عاد كتزيد له معلومات اخرى، ولكن بما انك ما كتثبتليش المعلومات اللي عنده كيتلف. وهذا الشيء راه عاشوه الدول الافريقيه الفرنكوفونيه ولا الانغروفونيا، اللي من وراء الاستعمار ملي خداو الاستقلال كملوا هما كيديروا التحضيري مثلا بالفرنسيه او بالانجليزيه، ولكن بعد واحد المده لقاو بلي انه المشكل مرتبط باللغات الام، وكلهم وبدون استثناء كيبداو باللغه الام، عاد كيدوزوا اللغه الرسميه ديالهم. عندنا نموذج السنغال اللي حدانا، السنغال عندهم ثلاثة أو أربعة اللغات على الأقل محلية، يعني الولوف، كاين البول، كاين السرير، وكاين السوننكي. الأطفال كيهضروا في الدار بهاد اللغات، كيدخل المدرسة ولا الرود كيلقى قدامه هاد اللغات، حتى كيتبت في اللغات ديالو عاد كيدوز اللغة الرسمية ديال الدولة ديالو اللي هي الفرنسية. ولكن خصك تبر، ولكن حتى هما في البداية داروا الغلط. من التحضير كيدخل الإنسان كيقرا الفرنسية، هو كيقرا لغة، هو عارف لغة جاي من الدار، لأن واحد الطفل في 7 سنين راه عارف يحسب. كتجي المدرسة تقول له لا داك واحد راه غلط، واحد مزيان، وفي الامتحان راه كتاب يقول تا يعني شغلنا حنا، انه النتيجه اللي كتهمنا. وهذا الشيء كنتمنى للمسؤولين ديالنا يديروا الاعتبار، لان عندنا نستافدوا غير من الدول المجاوره ديالنا، يعني السنغال، بوركينا فاسو، الكوت ديفوار، ولا دول اخرى اللي مشات بعيد، نيجيريا، اثيوبيا، دول افريقيا الجنوبيه، دول اللي مشات بعيد، ولكن بتثبيت اللغه الام هي الاساس. الطفل كيهضر بلغه في الدار خصو يلقاها قدامه في المدرسه. هذا الشيء اللي وقع للسبليون ولا الفرنسيس ولا الانجليز ولا الالمان، داك الشيء اللي عنده في الدار كيلقاه قدامه في المدرسه، ما عندوش الديكالاج. كتجيبو كيبدا الديكالاج، هنا كيبدا المشكل ديال التعلم ديال اللغات. راه الطفل قول هضر معاه حتى ب 12 لغه راه ما عندوش مشكل، لانه كيف تيقولوا هو صفحه بيضاء، ولكن ثبت ليه وحده اللي عنده، عاد من بعد سير معاه ويتعلم اللي عطيتيه يتعلمه، لانه ما بقاش عنده مشكل، عنده الروبير، عنده ديك النقطه ديال الانطلاق باش يبدا دائما يقارن شنو هي هذه شنو هي هذه، وهكا كتمشي عنده الامور. يعني السي قديري، وحنا كنتكلموا على التعليم ديالنا في المغرب ومساله تثبيت اللغات الام، واش انت مع مساله ادماج الدارجه في المنظومه التعليميه؟ يعني خاصة وهذا الموضوع حدث جدل واسع، لأنه كاينين اللي كيشوفوا الدارجة مازال لغة شارع، لغة الأمي، لغة ما كتوحدش البلدان العربية. كاين اللي كيشوف العربية لغة ديال الشعر الجاهلي، لغة كيف ما قلتي كنشوفوها في المقررات في المدرسة، ما كيفهمها غير الأكاديمي المعرب. شنو الرأي ديالك؟ بالنسبة لي بزاف ديال الباب بغاوة اللي قرا جوج حروف وكيصد عينو كاع من هاد الشيء هذا، لحقاش شنو ملي كنسمع شي واحد يعني كي 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 كينقص من القيمة ديال اللغة، من اللغات الأم اللي عندها في المغرب اللي هي الدارجة، يقول لك لغات الزنقة ولا كذا، كأن زعما الناس كيمقصدرين مع والديهم وكيهضروا مع والديهم غير مع من الصمت لتحت، وهذا عيب وعار على إنسان اللي كيعرف الدارجة يقول هاد الهضره هذه. ثانيا الناس ما كيفهموش التطور اللغوي ديال الدارجه براسها. الدارجه اللي عندنا اليوم اللي كنقسموها زعما لغات ديال الدار ولا الزنقه ولا كذا، ماشي اللغه اللي كانت بدايه القرن، لانه دابا تعربت بزاف الدارجه بمقارنه للاصل. الدارجة مدرجة، مدرجة هو خليط لغات سبليونية المضارية بلا ما نقولوا العربية، لأنه هذه غير هضرة ديال صحاب النحو بلا ما ندخل في التفاصيل. ولكن اللي مهم، انا كنتعجب علاش بزاف ديال الناس ضد الدارجه وكيهضروا بها.
وكيستعملوها في الإعلام. تقول لك باش نوصل باش توصلي ووصل بداك الشيء اللي كتقرا في المدرسه، لانه احنا دابا النص تقريبا ماشي غير تقرا العربيه، حتى البكالوريا وتقول راك كتضبطها، هذا راه خطا. راه الناس تيدوزوا 20 عام في اللغه وما كيضبطوهاش، باش يقولوا انه راه كيضبطها. لا، مساله مواطنه. كنتعجب مازال على السياسيين اللي كيتكلموا بالتواصل السياسي، ومن اللي كيبغيو يتكلموا مع المغاربه كيتكلموا معاهم بالدارجه، ومن اللي كتجي للدارجه تيقول لك انا ضدها. وهذا تناقض، هذه سكيزوفرينيا. اما تكون مع ومع عمرك تستعملها وما تهضرش بها وما تجبدهاش على فمك، واما تكون معها وراه بالقواعد ديالها. المساله الثانيه، راه كانوا جبدوا في ميثاق التربيه والتكوين في التسعينات ما يسمى بالاستئناس. الاستئناس راه كاين اصلا، وراه ما نحتاجوش القانون ولا القرار ديال الوزير ولا ديال المدير الاكاديميه باش يعطي الحق للاساتذه وكذا باش يديروا الاستئناس. فقط نهار كيمشي المفتش للقسم، وهذا الشيء كنهضر ماشي بتجربه شخصيه ولكن ابحاث ميدانيه والعلاقات مع الاصدقاء اللي في التعليم وكذا، نهار كيجي المفتش راه غير بصراحيه في القسم، ماشي هكا كيدوز القسم كما هي العاده. المساله الاخرى، حتى لواحد التجربه اللي دازت، يعني بالنسبه للناس اللي كانوا عندنا مثلا طلبه اليوم في الجامعه اللي عندهم مشكل مع اللغه الفرنسيه، ما كيضبطوهاش نهائيا، ماشي مزيان نهائيا، ولكن راه قراو الفرنسيه من الابتدائي حتى البكالوريا، كيفاش جابوا النقاط ودازوا الامتحان ونجحوا ووصلوا للكليه وهما عندهم مشكل مع اللغه؟ في حين انه في الكليه الا وصل الانسان للكليه راه على الاقل خصو يخدم جوج اللغات، العربيه مثلا والفرنسيه، او العربيه او الفرنسيه والانجليزيه، ولا العربيه والانجليزيه، او الفرنسيه والانجليزيه، او الاسبانيونيه بالنسبه الناس اللي في الشمال ولا في الجنوب اللي عرفوا الاستعمار الإسباني، واللغة الإسبانية جزء من الحياة المعيشية في المخيال، خصوصا دابا من خلال التلفازة ومن خلال الإرث الاستعماري إلى آخره، لأنه عندنا الفرنسية كإرث استعماري هي غير دستورية، ما كاين لا دستور لا والو، وعندنا جوج لغات دابا دستورية، ولكن نقاش محكمة إدارية كاع صدرت قرار كأنها المجلس الدستوري ديال فاكتورة ممنوع باللغة الفرنسية وكتلزم اللغة العربية، وهي غير مؤهلة باش تأول لنا الدستور. محكمة إدارية كتخرق القانون وكتفصل. علاش هو المشكل اللي عطتني فاكتورة بالفرنسية؟ حنا بالدستور اللغة الرسمية ديال البلد اللي كتعني ما هو مؤسساتي، أنا كنبيع ونشري، باغي ندير فاكتورة حتى بالإنجليزية للكليان ديالي، ما شغل حتى شي واحد. ولكن كاينين شي ناس لانهم تيتقنوا غير العربية، وهذا المحامي اللي رفع هذه الدعوة راه كيعرف مسكين غير اللغة العربية، لانه قاري في سوريا، هو اللي رفع الدواء، انه هي اللي كيعرف بوحده، ما كيعرف لا الفرنساويه لا والو. وديك اللعبه ديال الدفاع عن الهويه، اش من هويه؟ واش من اللغه اللي قريت انا في المدرسه هويه؟ والهويه هي الدارجه والامازيغيه، والهويه ما مرتبطاش باللغه كيف كدير النظريات الوطنيه، هذه راه غير الخزعبلات ديال النظريات الوطنيه بداك المعنى الاوروبي اللي جا مع الاستعمار. الهويه راه مرتبطه بالتراب نقطه الى السطر، هذا اللي عجبك، ولكن راه التراب اللي كيحكم. وتقول لك لا، الهوية العربية هذا راه غير خزعبلات ديال النظرية الوطنية والقومية، والوطنية ملي كنقولوا الوطنية ماشي لأنه الوطنية بالعربية فيها معنيين، كنشوفوا اللغات الأوروبية راه الناسيوناليزم والباتريوتيزم، حنا كيخلطوهم لينا بجوج، في حين أن الوطنية راه نظرية فاشيستية ونظرية نازية، راه الفاشية والنازية راه نظريات وطنية. وتيجيو دابا الناس يقول لك الوطنيه خصنا نحددوا المفاهيم، وتنقولوا الوطنيه راه كنعنيو بها واش الباتريوتيزم حب ارض الاباء، داكشي اش كنقولوا اللغه الام، كاينه اللغه ديال الام وارض الاباء، ولا كنعنيو بها هاد الفكره المرتبطه بالقوميه اللي برزت في اوروبا وصلت اوروبا للويلات ديال الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وملي جا عندنا الاستعمار دخلوا لنا هاد الافكار الجداد وتبنوا الناس هاد الافكار هادي، ومازال تيروجوا لهم وتيقولوا الوطنيه بداك المعنى الفاشيستي. وراه شفنا التجارب، وللاسف حنا باقيين كنشوفوهم قدام عينينا، راه هذيك الوطنيه الفاشيستيه اللي وصلت العراق وسوريا اللي وصلوا له اليوم. ياك هما كاع اللي كانوا النموذج عند هاد الوطنيين ديالنا اللي بغاونا حنا، العراق وسوريا اللي كانت كيقول لك هذا هو الموديل اللي خصنا نتبعوا. راه الناس كاع في 73 في 72 و73 تدربوا على السلاح في سوريا باش يجيو يديروا انقلاب في المغرب، باش قال لك نكونوا باش نكونوا بحال سوريا. ودابا الى هاد الناس هادو اللي باقيين كيامنوا اللي كانت سوريا هي مكه ديالهم،
يشوفوا دابا النموذج فين كانوا غاديين بيناكم هما شدوا الحكم وطبقوا هذوك الافكار اللي كانوا رايجين في سوريا. وللاسف بالنسبه للشعب السوري اليوم ولا الشعب العراقي اللي كيعيش في الولايات ديال هاد النتائج ما يمكنش نفهموا ما وصلوا اليه اليوم هاد الناس الا ما رجعناش لهاد الانظمه اللي كتقول على راسها وطنيه وهي فاشيستية لأنه ديكتاتورية توتاليتارية حزب واحد ما كتعترفش بالاختلاف ودايرة من واحد المفهوم غير بحال واحد الغطاية واحد البارشوك كتكاموفلي به في حين أنه من الداخل كتكون واحد الإنسان اللي يعني خصو يفكر بطريقة نمطية وما يكونش مفهوم الاختلاف مفهوم التعدد. دونك كنظن أنه بعض المرات كيكون عندنا بعض مطروحين عندنا بعض النقاشات مغلوطة وهي في الأصل عبارة غير على الناس اللي قارين جوج حروف كيتحاول يقول لك دابا عوض ما يقول لك راه عطيني السرد ديال الطوموبيل من فضلك عطيني المفتاح ديال السيارة شحال الهضرة السيارة هي الجبل اللي كان كيسبق للقافلة وراه كاينة في سيارة يوسف صورة يعطيني المفتاح ديال الجمل من السيارة والسيارة راه هي ما جاتجاوز المسيار والمسيار هي القافلة والسيارة هي ديك اللي قال الجملة ولا الناقة اللي كتسبق الكذا يعطيني المفتاح باش ما يقول الساروت. علاش الساروت ماشي عربية منين جات جاية من الأمازيغية مالك كتحقر الأمازيغية علاش ما رضيتيش تقول الساروت قول له يعطيني المفتاح يعطيني المفتاح ديال يعطيني المفتاح ديال السيارة من النافذة يوطفرناه. وسي القادري ماذا عن الإعلام المغربي اليوم؟ الإعلام سوق فيه العمومي والخصوصي ولكن الخصوصي اللي كيفكر بمنطق الربح والخسارة لأنه عبارة على استثمار راه كنشوفوا اليوم كيفاش الإعلام كيتعامل مع المستمع لأنه بغى يبيع الإشهار وبالتالي الأغلبية إلا ما قلنا كل شيء كيتعامل بالدارجة مازال ما كيتعاملش بالأمازيغية البعض كيدير شوية ديال الأمازيغية بعضهم ماشي كلهم ولكن على كل حال هذا منطق السوق ومنطق السوق من اللي حكم ما مشاوش الناس كيقلبوا على الإيديولوجية والهوية وكذا باغي مسألة كيف تيقولوا براتيك يعني ممارسة تجارية محضة وبالتالي مسألة لدرجة أنه قاعد بعض المرات كتنزل بزاف لأنه عاود تاني من اللي كنسمع لبعض المرامج في الراديو وأنا إنسان كيسمع الراديو بزاف أنا بالنسبة لي الراديو هو كل شيء وكنسمع أنه مثلاً كاين الناس اللي كيديروا بعض البرامج اللي هما ما مختصينش كاين شي واحدين كاع كيدخلوا العلم النفس تبارك الله وكذا ولا كيبغيو يهضروا عباد الله يعني بالمشاكل ديالهم باش يديروا السكوب والباز وكذا وانا كنقول لهم حرام عليهم لانه كاين متخصصين اللي بغى يدير برامج بهذا الشكل هذا يجيب ناس متخصصين اللي يقدر يهضر مع الناس ولكن باش الانسان يدير على الاثير بحال هكا يبغي يفتح الانسان ولكن على كل حرج النقطه الاساسيه هو منطق السوق ومنطق السوق زي ما ما ما, ما, ما الناس ما طرحوش الاسئله الخاطئه باش يلقاو بلاصتهم ويبيعوا المنتوجات ديالهم ويبيعوا الاشهار ديالهم ويديروا المستمعين ويدوزوا الموسيقى. كاين بعض الاذاعات اللي ما كدوزش الموسيقى المغربيه كاع كاين اللي كيتحل المنطقه اللي كيدوز الموسيقى ديال الشرق راه اعلى مستوى وبلا ما نقول اسماء انا كنسمع جميع الاذاعات بدون استثناء انا كنقول انا كنسمع غير الراديو في الطريق في الدار كنسمع غير الراديو وبالتالي ما يعني كنبدل باش نسمع طبيعة الأنواع. كاين اللي كيحاول يبين أنه ولا كيدير شي مصطلحات باللغة العربية ولا شي جمل باللغة العربية بحال أنه زاد صافي راه جابها في التسعين ويدوز لك شي باغي يدير شي أغنية ديال الحب ويدوز لك شي 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 عجب ديال ما عرفت شنو هذيك البلاد بحال زعما راه حنا راه ما عندناش هذاك الشيء وهذا كيبين هاد السكيزوفرينيا اللي خلاتني للمدرسة عن وعي ولا بدون وعي وهذا الإشكال اللي كيعيشوا فيه بزاف ديال المغاربة لأنهم ما كيعرفوش الثقافة ديالهم. وهادشي علاش كتبت كتاب سميتو وطنية باحتقار الذات ناسيوناليزم دي بري دو سوا فين كنحاول نبين كيفاش أننا في هاد البلاد كنحقروا روسنا بزاف في حين أن عندنا راس المال راه حنا اللي كنا في الأندلس هذا ماي البلاد وراه حنا اللي درنا يعني إمبراطوريات كبيرة في التاريخ وما فقدنا السيادة ديالنا اتجاه الاستعمار في القرن العشرين من غير هاد اللي قال هذاك القوسين رحنا هو بهار كفي غير الإنسان يحل عينيه على الذات ديالو على التاريخ ديالو والثقافة ديالو. وحنا سي قادري اليوم كنتكلموا على الإعلام ولغة الإعلام المغربي يعني كنعرفوا كاملين بأنه باش نفتحوا باش نواكبوا التطورات العلمية والاقتصادية كاينه اللغة الإنجليزية. فاش كنشوفوا الإذاعات ديالنا كنلقاو مثلا الأخبار باش عندنا بلغات باينة بالعربية أمازيغية فرنسية إسبانية
كيفاش كتقرا هذه المساله؟ وبعدا ندير ملاحظه على اللغه العربيه اللي ولاو كيستعملوا الصحفيين ديالنا كينقلوا من المشارقه وكاين شي كلام الا سمعتيه هو عيب عندنا وكيقولوه بالعربيه وبطيطي وبعينيهم محلولين زعما ما كيفكروش انه كاين شي كلمات عيب في المخيال المغربي باش يتقالوا بلا ما نعطينا مادي زعما اللي قال هذاك شي كيسمع الاخبار بعض المرات يعني تحاشم مع مواليده لانه كاين كلمات كيتنطقوا بالعربيه ديال اصحاب الخليج ولا اصحاب لبنان هما عندهم عاديين ولكن احنا عندنا عيب نقراها في خاطري حاجه ولكن نسمع عبودني وانا جالس مع والدي ولا مع اولادي ولا مع اخوتي ولا كذا فيها مشكله. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه بون هذه بلادنا اللي قال هذاك عندنا اخبار بالعربيه الاخبار بالامازيغيه الاخبار بالفرنسيه الاخبار بالاسبانيه على اصحاب الناس ديال الدستور خص حتى شي حاجه اخرى ما تضيف في هذا الشيء هذا غير العربيه والامازيغيه حتى حاجه ما تكون. وهذا من الاخطاء الشائعه ولا مفهوم الدستور لانه كيلزم المؤسسات ديال الدوله ممكن كيلزمش بالضروره السوق. واحد بغى يكتب باللافته ديالو بالشينويه باش بالقانون غادي تقول له لا لانه هو مثلا بغى يسيب لي السواح ديال الصين. كنجيو دابا المحاربات الاميه العربيه لا سي كاين مناطق باغي الفرنساويه ولا الانجليزيه ولا الاسبانيه ولا الشينويه ولا الجابونيه لانه بغى ياكلوا بها الخبز. تقول له لا لا لغه الجنه والقرانه ودي الله يهديك داكشي كاسيطه راه صافي حفات ما بقاش منا لانه ما كنساو ما هو وظيفي ما هو هادف لانه الهدف ديالنا حنا هو كنقول وظيفي كنعيشوا بالسياحه كتمثل المدخول الثالث ديال الميزانيه ديال الدوله بالنسبه للعمله الصعبه وخصنا المحاربات الاميه نديروها باللغات اللي غادي يجيبوا الخبز لعباد الله يبقاو يضحكوا على عباد الله ديال نديروا محاربات الاميه وبحال الا بغينا نكونوهم نعطيهم ديبلوم يقراو اللي كيجيني الضحك من اللي كنشوف انه ناس كبار في السن وصلوا 60 عام وكنقريوهم بديك الطريقه ديال الابتدائي بحال كنقريو دراري صغار بحال الا بغينا نخرجوا الناس نعطيهم ديبلوم. وهذا خطا تقرير لانه هذه كتسمى الاندراغوجيا ماشي البيداغوجيا اللي كتهم. والاندراغوجيا نظريا محاربه الاميه في الاصل هذا التكلمة غلط لانه هي مرتبطه بالالفابيتيزاسيون. الالفابيتيزاسيون هي انا كنهضر واحد اللغه غتعطيني غير الحروف باش نكتب كما كننطق. باغي نكتب تليفون باغي نكتب براس صغيره باغي نخلي كلمه في الدار خارج ما كاين حتى شي حد في الدار ما كنتعلم غير كذا لا هما ديالنا كيديروا لهم القرايه بحال الا بغيت تخرجوا دكاتره وبحال انهم دراري صغار غادي ياخذوا الدبلوم. ما كنفهمش هذا المنطق اللي كيتحكم في هاد الناس اللي كيديروا هاد المسائل هذه لانه مرتبطين دائما بواحد السكيزوفرينيا ديال اللغه الام وما يسمى باللغه العربيه اللي هي لغه كياكلوا بها عباد الله الخبز واللي كياكل بها الخبز ياكل خبزه ويخلي عباد الله في التقار يخليه حتى هما ياكلوا خبزهم لانه مساله الاقتصاد مساله اساسيه ومهمه. النقطه الاخيره بالنسبه لهذه المساله هو مساله الانفتاح مساله اساسيه وضروريه ولكن دائما التثبيت باللغه الام. راه الا ما احترمناش اللغه الام ديالنا الا ما استعملناهاش الا ما بنيناش عليها راه ما عندنا فين نمشيو. وكان سبحان الله في هذه البلاد اللي كيتسحب اللغه الام ديالو هي العربيه في حين انه تيقراها في المدرسه وهذا راه قاري ولا هذه راه قاريه قاري بزاف وتيقول لك اللغه الام اللي هي العربيه ودي الله يهديك راه كاين الحاجه الا قريتيها ماشي بحال الحاجه اللي جبتيها كارث ثقافي تاريخي فكري اللي كاينين في اللغه براسها. راه اللغه هي الوعاء اللي كيحمل الثقافه بايجابياتها وبسلبياتها. راه ما كاينش ثقافه مقاده في العالم باسره وهذه مساله كونيه ماشي غير خصوصيه. اخر نقطه هذا رايي طبيعه الحال يناقش كاين اللي غادي يقول هذا غير كيخربق هذا كاين اللي غايقول غير دابا لانه انا كنهضر دابا بالدارجه يقول لك لا هذا كلام الحلقه. أنا الأساس هو يفهمني واللي يبغى يتناقش مرحبا. شكرا. شكرا لك. شكرا لك الفكرة واضحة. شكرا على هذا النقاش الهادف. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. نلتقي في حلقة أخرى مع سوبرانو آخر دائما على لوزين تي في.